السلام عليكم، عاملين ايه يا رجاله؟ النهارده معانا شرح جديد، ازاي تعرف ايميل كروس فاير بتاعك معمول بياهو ولا جيميل. تمام، قبل بس ما نخش في الشرح، في مشكله كده يعني الايام دي منتشره جدا. باختصار، فلستر اللوتر بتاعك، واول ما اللوتر يفتح من تاني هتبدا تخش على اللعبه هتلاقيها دخلت معاك. دي حل المشكله دي، عشان هي ظاهره الايام دي كتير جدا عند ناس كتير، والناس كتير نعمل ايه ونحلها ازاي. هو باختصار حل المشكله ديت انك تلستر اللوتر. نبدا في شرحنا النهارده. شرحنا هو ان ازاي اعرف ايميل كروس فاير بتاعي معمول بياهو ولا جيميل. اول حاجه هتخش على الموقع زد 8 جيمز، هتخش على الايميل بتاعك. تمام، بعد كده تيجي عند علامه الزد بي دي وتدوس على اول واحده اللي هي ايزي زد بي. تمام، بعد كده هيجي لك صفحه زي دي، هي بتعجي لك ان هي ايجيبت اللي هي مصر. تمام، هي هتبقى جالك كده، انت هتغيرها تخليها البرازيل. تمام، بعد ما تخش على البرازيل هتخش على تاني واحده هنا اللي هي تحت بيبال. تمام، بعد كده اكنك بتشحن زد بي عادي، تختار الاولانيه عادي اكنك بتشحن زد بي عادي. تمام، اول ما تدوس على الخطوتين دول هيجي لك لصفحه زي دي، استنى لحد ما تفتح. هتدوس على الرابعه في السطر الاولاني، بعد كده تدوس على الكلمه اللي بالاخضر دي. الصفحه هتاخد شويه وقت، بعد كده اول ما هتفتح هيبقى الايميل بتاعك مكتوب هنا، مكتوب ان هو جيميل ولا ياهو. بس ده كان شرحنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم محمد من قناه مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.